جديد عوده لعشرة الصبح في الاهلي، وتجدر الاشاره الى ان عندنا سؤال متعلق بالسوشيال ميديا اللي هو صحيح. خليني بقى اكد كده وانوه على حضراتكم مره تانية، انا وكريم كنا قاعدين، لان انا وكريم بنحب نقرا برضو تعليقات بعد الحلقه كده كل كام يوم ونشوف حضراتكم رايكم ايه. في ناس كتيره جدا كانت بتبعت ليه ما بقيناش نعمل فقره السوشيال ميديا، وعلشان كده احنا بنقول لحضراتكم النهارده معانا فقره سوشيال ميديا، بس هي تحت عنوان صوتك مسموع، بمعنى ان اي حاجه حضرتك عايز توصلها، عايز تقولها للبرنامج، مقترح، اهداء، صباح الخير، حتى اي حاجه صوتك مسموع. لان لو تذكروا حضراتكم في بداية هذا البرنامج أنا وكريم يوم الافتتاح بتاع قناة الأهلي قلنا لحضراتكم إن إحنا عندنا فقرة أو إحنا مهتمين جدا بإن صوتكم يكون هو يعني اللي بيوصل، يعني إحنا بنشتغل في البرنامج برضو بناء على اللي حضراتكم بتحبوه، فقرات، ضيوف، أفكار، كل ده إحنا مهتمين جدا إن إحنا نعرضه عندنا في 10 الصبح في الأهلي، وده همزة الوصل ما بيننا وما بينكم. فصوتك مسموع، ابعتوا لنا من دلوقتي لغاية نهاية الحلقة، هيبقى في آخر ربع ساعة و10 دقايق بحضراتكم فقرة السوشيال ميديا معايا أنا وكريم، ونسمع صوتكم ونشوف إيه بالظبط المقترحات أو أي حاجة أنتوا عايزين تهدوها لـ 10 الصبح في الأهلي. وطالما صوتك مسموع يبقى سمعنا صوتك وقول لنا طلباتك ايه، واحنا ربنا يقدرنا ان احنا نلبي كل الطلبات ونجاوب على كل الاسئله ان امكن.